السلام عليكم. ما هو معيار اختيار برنامج معين؟ اولا هو هيعمل ايه؟ يعني انت عايز البرنامج ده يعمل ايه؟ هل عايز يعمل مثلا كرييت مثلا يعمل حاجات معماريه او انشائيه، يعمل هو الموديل، ولا عايز يعمل مثلا اناليسيس، او عايز يعمل مثلا حاجات خاصه بيه للاستدامه، فاسيلتي مانجمنت، انت عايزه ايه؟ لازم تحدد الكاتيجوري او القسم اللي موجود فيه البرنامج دوت، وتبدأ تقارن بينه وبين البرامج الأخرى في بعض العوامل، منها هل البرنامج مستقر في السوق ولا لسه نازل جديد. في برامج بتنزل وبتعمل شو، في الآخر بنكتشف إن حساباتها غلط وإن ملهاش قوة في الموضوع، فبنشيلها على طول. يعني بيعمل حسابات غلط، يعني أنت مش قادر تعرف هو بيعمل حسابات دي إزاي، أو إيه القواعد اللي بيستقر عليها، فأنت بالتالي مش قادر تعتمد عليها. بنبدأ نشوف لو احنا عملناها مانيوال بتطلع ازاي، ولو احنا عملناها بالبرنامج هل الارقام متقاربة ولا الارقام خيالية، او طلعت لك الارقام وحسيت انها مش لوجيك، فبتضطر ان انت تتعلم على البرنامج ده ان انت ما ينفعش ان انت تشتغل بيه. وفي حاجة كمان، احنا كلنا بنشتغل مع بعض في نفس التيم، فما ينفعش يكون كلنا شغالين بحاجة وواحد تاني شغال بحاجة تانية. لو الحاجة دي أقوى ليه كلنا ما نشتغلش بيها؟ ما عندناش مشكلة خالص، بس هي الفكرة كلها ايه الحاجة الأقوى وايه الحاجة اللي تشتغل في المشروع. يعني ما تكونش عندنا مثلا مشروع كبير وشركة شغالة ببرنامج وشركة تانية شغالة ببرنامج آخر، ومش عارفين نتبادل مع بعض المعلومات. هو في حلول لموضوع التبادل، بس الأفضل إن احنا كلنا نكون موحدين الحاجات اللي احنا شغالين بيها. نعم، طريقة التسمية، طريقة البرامج، كل حاجة، كل ما نوحد ونكون موحدين يكون افضل. يعني في ممكن تلاقي برنامج موجود مثلا في دولة بس مش موجود في دولة تانية، فانت شغال مثلا في مصر فتيجي تشتغل ببرنامج اسمه اول بلان، وده برنامج قوي وانا شرحته على بيم اريبيا، بس هو مش موجود في البلد اللي شغال فيها. فتخيل بقى الناس اللي حواليك كلهم في المشروع شغالين بريفت وانت شغال بأول بلان، وأول بلان ده موجود في المانيا، لو انت هتسافر المانيا ممكن تشتغل بيه، لكن هنا مش معروف. من ضمن الحاجات ايه مدى انتشاره في المكان وهكذا، فانت بتبدأ تشوف ايه البرامج المنافسة في المجال اللي انت عايز فيه. مثلا انت عايز حاجات تحليل انشائي، ايه البرامج الموجودة، ساب وروبوت وهو الحاجات دي كلها. طب ايه المنتشر؟ في حاجات بتبقى منتشرة في مصر، وفي حاجات بتبقى منتشرة في الخليج، وفي حاجات بتبقى منتشرة في اوروبا، فانت شغال فين؟ انا واحد فيهم اللي بيعمل حسابات مظبوطة، انا واحد فيهم اللي بتكامل مع البرامج اللي عندك. دي بعض المعايير. طبعا بيدخل معانا موضوع السعر، ممكن يكون برنامج كويس بس سعره اعلى بكتير، واحنا مش عايزين نعمل الكراك والحاجات دي كلها.